اجمعنا مع لغة كوتلين في هذا اللقاء إن شاء الله. حنشرح مع بعض كيف نعمل عملية الانستوليشن. أول حاجة بدنا نعرف كيف ننزل الداتا اللي بتلزمنا. طبعاً الكوتلين بيشتغل على الجي دي كي، فنحن قلنا إنه بيتعامل مع الفيرتشوال جافا فيرتشوال ماشين. فحنروح مع بعض على جوجل، على نبحث مع بعض ننزل البرنامج من جوجل بشكل مباشر. طبعا انا حيكون الشرح موجود وحيظهر معاكم في الشاشه، وممكن كمان نعمل برضه اكسباندد للشاشه انه تكون الشاشه كلها قدامكم. حنروح على جوجل وحنكتب اول حاجه لازم ننزل الجافا فيرجوال ماشين او الجافا جي دي كي عفوا، تمام، وحنعمل انتر. طبعا انت حتكون عارف الويندوز تبعك 64 32 بت او نوع الماك او ما شابه حسب اللي انت بتشتغل عليه، تمام. حندوس على رابط الجافا، نكتب اوراكل، حندوس على منصة جي دي كي جافا، وحنختار من تحت عنا هنا احنا ويندوز لينكس ويندوز الى اخره، تمام. احنا مثلا 64 بت، تمام، بنختارها او 32 بنختارها حسب اللغة اللي عندك، وتعمل عملية انستول للداتا بتنزل عندك. هذا بالنسبة للجي دي كي، وحنشوف شكله كمان شوية. طيب لو احنا قلنا بدنا مثلا ننزل الكتلة نفسه، حنيجي نكتب الانتل، طبعا هو اسم البرنامج تبعه انتل، تمام، انتلي جي مباشرة عندك هنا موجود، انتلي جي داونلود، اوكي، وحتعمل على اول واحدة على اول رابط حيظهر معاه هذا الموقع الرسمي لهم حيكون، ومباشرة حنروح على نعمل تحميل من هنا، حنبدأ نحمل البرنامج، حينزل عندك البرنامج، حياخد شوية وقت، حينزل عندك البرنامج، حيبدأ يحمل بشكل كامل. طبعا في النهاية بعد ما نخلص تحميل حيتوفر عندك البرامج، هاي البرامج الموجودة على سبيل المثال، حيكون عندك انت برنامجين، برنامج الجي دي كي وبرنامج الكوتلين، تمام. بدنا ننزل احنا الجي دي كي، بنعمل عملية دبل كليك عليه وبنبدأ احنا ننزل. طبعا عملية تنزيله عملية سهلة، الجي دي كي كل اللي بيحصل فيه عمليات يعني نكس هتحدد المكان المناسب للتنزيل، تمام. بيفتح معانا، طبعا هياخد شوية وقت، بينزل، وبنبدأ احنا ناخد الخطوات نكست باي نكست، تمام، بالطريقة هذه. ممكن تحدد انت المكان، مش عايز على السي، عايز على مكان تاني، مفيش مشكلة، تمام. بتبدأ تاخد الخطوات التحديدية، طبعا نكست باي نكست مفيش هنا اي اشي جديد، فاحنا حنوقف شوية هنا التسجيل عشان ينزل ونخفف عليكم وقت الفيديو، وبعد كده حنرجع مع الكوتلين ان شاء الله. بكده ان شاء الله حيكون انتهينا من تنزيل الجي دي كي وتنزيل الكوتلين. المحاضرة الجاية ان شاء الله حناخد المشروع الاول في كوتلين، حنفتح البيئة وحنبدأ نختار كيف نشتغل اول مشروع لنا في كوتلين. هم طبعا مشروع مشهور هالو وورد، احنا حنخليها كوتلين عشان يكون عندنا شوية اختلاف. يعطيكم العافية وبنستناكم المحاضرة الجاية.